انسولين تيست. في الفيديو ده هنتكلم على كل المعلومات الخاصة بالانسولين، سواء السورس او الفانكشن، هنتعرف على مصدر الانسولين داخل الجسم، كمان كل الوظائف اللي بيقوم بيها الانسولين، كمان هنتكلم على الانديكيشن اند انتربريتيشن، اهمية قياس الانسولين، وكمان كل الاسباب اللي بتؤدي للزيادة او النقص في الانسولين، كمان هنتكلم على البريكوشن اند ميثود اوف ميجرمنت، كل الاحتياطات اثناء تجميع العينة، وكمان طريقة قياس الانسولين داخل المعدة. كمان هنتكلم على كل الفاكتور افكتنج الاكيوريسي اوف ريزلت، هنتكلم على كل الاسباب اللي بتؤدي الى عدم دقة نتائج قياس الانسولين داخل المعدة. السبيسمن او العينة اللي بنقيس فيها الانسولين تبقى عبارة عن السيرم او البلازما، وفي حالة البلازما بنجمع عينة البلاد يا اما على الاريتا او الهيبرين. الريفرنس فاليو بتبقى من 3 ل 13 مايكرو انترناشنال يونت على الليتر، ودي الفاستنج ريفرنس فاليو. الميثود اوف ميجرمنت بنقدر نقيس الانسولين عن طريق الاليزا تيست باستخدام الانتيجين انتيبادي رياكشن. الديسكريبشن، الانسولين عباره عن هرمون سيكريتد فروم بيتا سيلز اوف ذا بانكرياس. زي ما احنا عارفين البنكرياس بيتكون من الاكسوكراين بارت اللي هي عباره عن الاسيناي اللي بتفرز الاميليز واللايبيز والتريبسين، تفرزها داخل البنكرياتيك تشانل اللي بتنزل بعد كده في الانتستين، والجزء ده احنا بنسميه اكسوكراين بارت لان كل السكريشن بتجمع داخل تشانل. الجزء الثاني وهو عباره عن الاندوكراين بارت وبيتمثل في الايليتس اوف لانجرهانز، تبقى موجوده ما بين الاكسوكراين بارت، وبتتكون من ثلاث انواع من الخلايا، نوع بنسميه البيتا سيلز وده اللي بيفرز الانسولين، نوع بنسميه الالفا سيل وده اللي بيفرز الجلوكاجون، والنوع الثالث بنسميه الدلتا سيل وده اللي بيفرز السوماتوستاتين. والجزء ده احنا سميناه الاندوكراين بارت لان السكريشن بتاعته من الهرمون بتطلع من الخلايا الى البلاد مباشره، مفيش اي داكت او تشانل بتنقل السكريشن، عشان كده الانسولين اللي بيتفرز من البيتا سيل بيوصل للدم مباشره. اي زياده في البلاد جلوكوز ليفل ستيموليت الانسولين سيكريشن. الجلوكوز الموجود في البلاد ستريم اللي بيبقى جاي عن طريق الدايت او عن طريق الاكل، ما بيحصل له انكريز بيؤدي الى ستيموليشن اوف ذا بيتا سيل، لان البيتا سيل بيبقى عليها جلوكوز شانلز او جلوكوز ترانسبورتر بنسميها الجلوت 2 او رقم 2، من خلالها بيقدر الجلوكوز بيعمل ستيموليشن للبيتا سيل، بيزود كميه الكالسيوم داخل البيتا سيلز، ووجود كميه كبيره من الكالسيوم بيؤدي للسكريشن اوف انسولين هرمون مباشره داخل البلد فيسل، والميكانيزم دي احنا بنسميها البيتا سيل فيدباك ميكانيزم. على حسب كميه الزياده في الجلوكوز بتؤدي لافراز الانسولين، لو الجلوكوز زاد بكميه كبيره جدا بالتالي بيؤدي لزياده الانسولين بكميه كبيره. والانسولين بعد ما بيوصل البلد وظيفته ان هو بيعمل ديكريز للبلد جلوكوز وبيرجعه تاني للنورمال فاليو، عشان كده الانسولين هو الهرمون الاساسي اللي بيزيد في حاله الهايبر جلايسيميا، ووظيفته ان هو ينزل البلد جلوكوز ويرجعه تاني للنورمال فاليو اللي احنا بنسميها النورمال جلايسيم. عشان كده افراز الانسولين بيبقى مرتبط بشكل كبير جدا بكميه الجلوكوز اللي بتيجي عن طريق الدايت او الاكل، وما بتكون البيتا سيل هيلثي او سليمه بيقدر الانسولين اللي طالع يرجع الجلوكوز تاني للنورمال فاليو. الانسولين بيقدر يعمل ديكريز للبلاد جلوكوز ليفل ويرجعه تاني للنورمال فاليو لانه بيشتغل على مجموعه من الاورجانز والتيشوز بنسميها انسولين ديبندنت تيشوز. انسولين ديبندنت تيشو بمعنى ان الانسولين از اسينشال ان ترانسبورتنج جلوكوز تو ذا سيل فور ميتابوليزم، بمعنى ان الجلوكوز بيقدر يخش داخل الاورجانز دي او السيلز دي تحت تاثير الانسولين، عشان كده احنا سميناها الانسولين ديبندنت تيشو. لو الانسولين مش موجود الجلوكوز ما بيقدرش يخش داخل الاورجانز دي او الانسجه دي، لانها بتحتوي على سبيشال شانلز او ترانسبورتر بنسميها الجلوت 4، ودي بتبقى انسولين ديبندنت يعني بتشتغل في وجود الانسولين. الانسولين ديبندنت تيشو بتمثل 70% من البادي ويت، وبتشمل الاديبوز تيشو كل الخلايا والانسجه الدهنيه، السكيليتال ماسل والهارت اللي احنا بنسميهم الاسترييتد ماسل، كمان الليفر. وبالتالي في حاله الدايبيتس ميليتس وخاصه تايب 1 فعدم وجود الانسولين بيبقى فيه 70%
من وزن الجسم ما بيقدرش يعمل انترانس للجلوكوز داخل السيلز نتيجة لديفيشنسي اوف انسولين، عشان كده هنسميها الانسولين ديبندنت تيشو. في الفيديو ده هنتعرف على آلية دخول الجلوكوز داخل السيلز تحت تأثير الانسولين. في البداية البيتا سيل بتفرز الانسولين على حسب كمية الجلوكوز الموجودة في البلد، بعد كده الانسولين بيمشي مع الجلوكوز، الانسولين هو اللون الاخضر والجلوكوز اللون الاثرى، وبيوصل للتارجت سيلز اللي بيبقى عليها الانسولين ريسبتور. بعد كده الانسولين بيفتح الجلوكوز شانل وبيسمح بدخول الجلوكوز داخل السيلز، وكمية الانسولين بتبقى مناسبة لكمية الجلوكوز، عشان كده بيدخل كل الجلوكوز داخل السيلز، وبالتالي بيقدر ينزل كمية الجلوكوز من الهايبر جلايسيميا بيرجعها تاني للنورمال جلايسيميا. هنا هنتكلم بشيء من التفصيل او مور ديتيل على how insulin open الجلوكوز channels، وعشان كده بيسمح بدخول الجلوكوز داخل السيلز. زي ما قلنا التارجت سيلز الموجودة في الاديبوز تيشو والمسل والليفر بيبقى عليها الانسولين ريسبتور، ريسبتور مخصوصة للانسولين بتبقى موجودة على السيل ميمبرين، احنا بنسميه البلازما ميمبرين، وبتبقى الريسبتور مكونة من جزئين، جزء خارجي بنسميه الالفا بارت هو عبارة عن جزئين، والجزء الداخلي بنسميه البيتا بارت وبرضه بيبقى عبارة عن جزئين. لما بيحصل سكريشن للانسولين وبيوصل للسيلز بيتحد مع الانسولين ريسبتور الموجود على الانسولين ديبندنت تيشو. اول ما بيتحد الانسولين مع الانسولين ريسبتور بيحصل استيموليشن لمجموعة من الكيميكال رياكشن بنسميها الفوسفوريليشن بروسيسز، وعملية الفوسفوريليشن بتؤدي للركروتمنت او تحرك الجلوت 4 اللي احنا بنسميها الجلوكوز تشانلز اللي من خلالها بيخش الجلوكوز داخل السيلز، لانها ما بتبقاش موجوده على البلازما ميمبرين على طول، دي بتبقى موجوده متخزنه داخل السيلز داخل السيتوبلازم في صوره فيزيكل بنسميها الجلوت 4 فيزيكل. اول ما بيتحد الانسولين بيعمل استيموليشن للانسولين ريسبتور واللي بتؤدي للفوسفوريليشن بروسيس اللي هي مجموعه من الكيميكال رياكشن واللي بتؤدي لتحرك الجلوت 4 من السيتوبلازم للسيل ميمبرين وبياخد مكانه في السيل ميمبرين اللي هو الجلوت 4، وفي الحاله دي بيسمح بدخول الجلوكوز من خارج الخليه الى داخل السيلز. والعمليه دي كلها بتتم تحت تاثير الانسولين، عشان كده احنا بنسمي التيشوز دي انسولين ديبندنت تيشوز، بمعنى ان الجلوت 4 مش هيوصل للسيل ميمبرين ويؤدي الى دخول الجلوكوز غير لما الانسولين يتحد مع الانسولين ريسبتور. فدي المهمه الكبيره للانسولين وهي عمليه الانترانس للجلوكوز انسايد ذا سيل، بيدخل الجلوكوز داخل السيلز وعشان كده بيقدر يعمل ديكريز للبلاد جلوكوز ليفل ويوصله للنورمال فاليو. داخل السيلز كمان الانسولين بيبقى له مجموعه من التاثيرات، اول نوع من التاثيرات وهو بيؤدي لتكسير الجلوكوز او تخزين الجلوكوز داخل السيلز، عشان كده بيعمل اكسلريت الجلوكوز اوكسيديشن اللي هي عمليه الجلايكوليسيس، بيكسر الجلوكوز وبيطلع منه الانرجي اللي هي الاي تي بي اللي بتستفيد منها الخلايا، كمان بيزود عمليه التخزين اللي احنا بنسميها الجلايكوجين فورميشن، بيخزن الجلوكوز في صوره جلايكوجين بحيث ان الخليه تقدر تستخدمه في الوقت اللي ما بيبقاش فيه جلوكوز كتير في البلد اللي هي ما بين الوجبه والثانيه، كمان بيعمل اكسلريشن للكونفرجن اوف جلوكوز انتو فات، بيساعد في تخزين الجلوكوز في صوره دهون او فات داخل السيلز وخاصه داخل الفاتي تيشو. التاثير الثاني هو ان الانسولين بيمنع عمليه التخليه الجديده للجلوكوز او بيمنع الاورجان ان هي تخلى جلوكوز، عشان كده بيعمل انهيبيشن للجلوكونيوجينيسيس اللي هي عمليه تخليه الجلوكوز من الليبيد او البروتين، كمان بيعمل انهيبيشن للجلايكوجينولايسيس بيمنع تكسير الجلايكوجين اللي متخزن داخل السيلز وبالتالي بيمنع الريليز بتاع الجلوكوز، كمان بيمنع الكيتوجينيسيس داخل الليفر وهي عمليه تكسير الليبيد عشان يصنع منها الجلوكوز بكمية كبيرة، وعشان كده الانسولين بيقدر يعمل ديكريز للجلوكوز داخل البلد من خلال ان هو بيدخله جوه الخلية، كمان بيساعد في تكسيره داخل الخلية من خلال الجلايكوليسيس وبيساعد في تخزينه داخل السيلز يا اما في صورة جلايكوجين او في صورة فات، كمان بيمنع الخلايا ان هي
تعمل فورميشن للجلوكوز عشان ما تزودش البلازما جلوكوز ليفل، من خلال ان هي بتمنع الجلوكونيوجينيسيس وكمان بتمنع الكيتوجينيس. عشان كده الانسولين هو الهرمون الاساسي والمهم جدا في ان هو بيقدر يقلل البلاد جلوكوز ليفل ويرجعه للنورمال فاليو في حاله الزياده بعد الاكل اللي احنا بنسميها البوست برانديا هايبر جلايسيميا. الانديكيشنز او الاستخدامات اللي احنا بنستخدم فيها اختبار الانسولين داخل المعدة، اول حاجة assist in detection of an early pre-hyperglycemic diabetes mellitus state، بمعنى ان احنا بنقدر نكتشف الديابيتس mellitus او مرض السكري قبل ما يكون فيه hyperglycemia او قبل ما يزيد الجلوكوز داخل الدم، عن طريق ان احنا بنقيس الانسولين، ولو الانسولين قليل ده طبعا بيدينا indication ان دي pre diabetic state، وبتبقى مهمة جدا في تشخيص السكري بدري. الحاجة التانية بنستخدمه for evaluating insulin production in diabetes mellitus، بمعنى ان احنا بنقدر نفرق ما بين النوع الاول والنوع التاني من الديابيتس mellitus، من خلال ان احنا بنقدر نقيم كمية الانسولين اللي بيفرزها البنكرياس. كمان بنستعمل الانسولين تيست في الانفستيجيشن اوف فاستنج هايبوغلايسيميا، في الحالات اللي بنلاقي فيها ان البلاد جلوكوز ليفل بيبقى قليل عن النورمال فاليو في حالة الفاستنج او في حالة الصيام، وده بيبقى نتيجة للانسولينوما اللي هو التيومر داخل البيتا سيلز. كمان في حالة الانديكليرد يوز اوف سلفونايل يوريا او الانسولين، بمعنى ان المريض بياخد جرعات كبيرة من الانسولين او من الهايبوغلايسيميك دراجز، الادوية اللي بتقلل السكر اللي احنا بنسميها السلفونايل يوريا. عشان كده قياس الانسولين ليفل بيساعدنا ان احنا نفرق ونكتشف سبب الهايبوغلايسيميا. كمان قياس الانسولين داخل المعمل له أهمية في الديفرنشيشن ما بين الانسولين ريزيستنت دايابيتس ميليتس واللي بيبقى فيها زيادة للانسولين ليفل عن النون انسولين ريزيستنت دايابيتس ميليتس واللي بيبقى الانسولين ليفل فيها قليل. عشان كده قياس الانسولين بيبقى مهم جدا ان هو يفرق ما بين الانواع المختلفة للدايابيتس ميليتس او مرض السكري. الانتربريتيشن بيحصل انكريز للانسولين ليفل في حالات الانسولينوما اللي هي عبارة عن الانسولين او البرو انسولين سيكريتينج تيومر، بعض التيومر اللي بتبقى موجودة في البيتا سيل واللي بتفرز الانسولين بكمية كبيرة جدا سواء الاكتف او البرو انسولين اللي هو الانكتف. كمان بيحصل انكريز في حالة الايليت سيل هايبربليجيا، بيحصل زيادة في عدد البيتا سيلز الموجودة في الايليتس وبالتالي بيزيد افراز الانسولين عن الطبيعي، عشان كده بيحصل انكريز للانسولين ليفل. كمان بيحصل انكريز للانسولين في حالة الانسولين ريزيستنت دايابيتيك ستيت واللي بيبقى موجود في النوع الثاني من مرض السكري، في الحالة دي بنلاقي فيه ريزيستنت للانسولين، بمعنى الانسولين بيبقى موجود ولكن ما بيقدرش يقوم بالدور بتاعه نتيجة لوجود مشكلة في الريسبتور اللي هي الانسولين ريسبتور. عشان كده البنكرياس بيفرز كمية كبيرة جدا من الانسولين في محاولة من ان هو يقدر يدخل الجلوكوز داخل السيلز. كمان الانسولين بيزيد في حالة الكوشنج سندروم واللي بيحصل فيها زيادة كبيرة جدا للكورتيزول هرمون واللي هو بيعتبر انتاجونست للانسولين، بيعمل تأثير معاكس للانسولين ان هو بيزود البلاد جلوكوز ليفل. عشان كده البنكرياس بيضطر يفرز كمية كبيرة جدا من البيتا سيل اللي بتفرز كمية كبيرة من الانسولين وبيحصل انكريز للانسولين ليفل. كمان الانسولين ليفل بيزيد في حالة الاوبيستي او السمنة، وكمان بعض الدراجز زي الكورتيزون والثيرويد هرمون والبنفرين بتؤدي لزيادة الانسولين هرمون، نتيجة لان الكورتيزون والثيرويد هرمون والبنفرين بيشتغلوا كانتاجونست للانسولين هرمون، بمعنى ان هما بيزودوا البلاد جلوكوز ليفل بشكل كبير جدا، وبالتالي البيتا سيل بتضطر تفرز كميات كبيرة جدا من الانسولين وده اللي بيدينا انكريز في الانسولين ليفل. الديكريز في الانسولين ليفل بيحصل في حالات الديابيتس ميليتس او مرض السكري، وخاصة في التايب 1 اللي بيبقى فيه البيتا سيل فيلير، معنى بيبقى فيه تكسير في البيتا سيل او فشل في البيتا سيل في ان هي تفرز الانسولين نتيجة لتكسير الخلايا زي في حالات البنكرياتيتس، او نتيجة لديستربنس في الاميونيتي والجهاز المناعي بيهاجم البيتا سيل وبيكسرها، عشان كده بيعمل بيتا سيل فيلير وبالتالي بيقل الانسولين ليفل. كمان بيحصل ديكريز في الانسولين في حالة الهايبو بيتيوتريز. كمان بعض الدراجز بتقلل الانسولين ليفل زي البيتا بلوكر الفينيتوين
الديوريتكس والكالسيوم بلوكر، كلها بتقلل الانسولين ليفل لانها بتتعارض مع عمليه السكريشن اوف انسولين من البيتا سيلز. الميثود اوف ميجرمنت، زي ما قلنا احنا بنقدر نقيس الانسولين داخل المعمل عن طريق استخدام الاليزا تيست، واللي بيتم فيها الانتيجين انتيبادي رياكشن باستخدام البليت، بنقدر نقيس عدد كبير جدا من العينات في وقت واحد. البروسيجر فور لابوراتوري تيست، خطوات اللي بنعملها عشان نقيس الانسولين داخل المعمل، اول حاجه لازم يكون في فاستنج، بيبقى فيه الفود والفلويد ريستريكتد لمده 10 ساعات ل 12 ساعه قبل الاختبار. ده مهم جدا عشان نمنع تاثير الاكل او تاثير الدايت على الانسولين سيكريشن. بنجمع من 3 ل 5 ملي من الفينس بلاد في حال تجميع السيرم على ريد توب تيو لما بيبقاش فيها انتيكواجلانت، ولازم افويد هيموليسيس، بنحاول بشكل كبير جدا نتجنب تكسير في العينه لان ده بيغير نتائج الانسولين ميجرمنت. كمان من الحاجات المهمه جدا قبل ما نعمل الاختبار ان العينه لازم نخزنها في درجه حراره الثلاجه اللي هي 4 درجه مئويه. اول ما بنجمع العينه لازم بنحطها في الثلاجه عند 4 درجه مئويه، وبعد كده بنفصل العينه في وقت قصير ما يعديش 4 ساعات. عمليه الشيلنج او التبريد دي بتبقى مهمه جدا في ان هي تحفظ الانسولين، لو سبناها في الروم تمبريتشر ده بيأثر على النتائج بشكل كبير جدا. الفاكتور افكتنج لابوراتوري تيست، الفاكتورز اللي بتؤدي للديستربنس في نتيجه الانسولين، من ضمنها الدراجز اللي بياخدها المريض قبل ما بيعمل الاختبار زي الانسولين او الكورتيزون او الاورال كونتراسيبت، طبعا بتزود الانسولين ليفل بشكل كبير جدا، عشان كده لازم المريض بيبقى موقف الادويه وبيبقى في حاله صيام عشان نقدر نقيس الانسولين بشكل دقيق. الحاجه الثانيه وهي الهيموليسيس للعينه، لو حصل هيموليسيس اثناء تجميع العينه او عمليه فصل العينه ده بيؤدي للانكيوريسي في الانسولين ريزلت. كمان النوت شيلينج ذا سبيسمنت، بمعنى ان انت لو سبت العينه في الروم تمبريتشر كود افكت ريزلت، ده ممكن يأثر بشكل كبير جدا على قياس الانسولين. عشان كده لازم ناخد بالنا ان احنا ناخد الهيستوري من المريض ونتعرف ان هو واخد ادويه ولا لا. كمان لازم يبقى في حرص شديد جدا في تجميع العينه ونتجنب كل الهيموليسيز، وكمان لازم نبرد العينه بشكل سريع جدا ونفصلها في وقت قليل ما يعديش 4 ساعات. وبالتالي يبقى احنا اتكلمنا على كل المعلومات الخاصة بالانسولين تيست. الانسولين هو عبارة عن هرمون بيحصل له سكريشن من البنكرياس بيتا سيلز. الانسولين بيبقى اسينشال ان ترانسبورتنج جلوكوز تو ذا سيلز، زي ما قلنا الانسولين مهم جدا في ان هو يدخل الجلوكوز داخل السيلز عشان يحصل له ميتابوليزم. الهاي جلوكوز ليفل بيعمل ستيموليت الانسولين سكريشن، زي ما قلنا البيتا سيل بتبقى سنسيتيف جدا للبلاد جلوكوز ليفل، لو زاد لازم بيزيد الانسولين سكريشن. بنقدر نستخدم الانسولين تيست تو ايفالويت الانسولين برودكشن من البيتا سيلز الموجوده في البنكرياس، فبالتالي انت بتقدر تحدد هل في زياده في الانسولين او في ديكريز في الانسولين، وده مهم جدا لتشخيص مرض السكري وكمان اثناء فتره العلاج. الريفرنس فاليو في اثناء الفاستنج بيبقى من 5 ل 13 مايكرو انترناشونال يونت على الليتر، وزي ما قلنا بنقدر نقيسه في عينه السيرم او عينه البلازما اللي احنا واخدينها على الايديتا او على الهيبرين. بيزيد الانسولين في حاله الانسولينوما، في حاله الانسولين ريزيستنت دايابيتكس، وكمان في حاله الاوبيستي، وبيقل الانسولين ليفل في حاله الدايابيتس ميليتس وخاصه تايب 1 اللي بيحصل فيه فيلير او تكسير للبيتا سيلز الموجوده في الايليتس اوف لانجرهانز الموجوده داخل البنكرياس. وبالتالي اختبار الانسولين هو من الاختبارات المهمه جدا، وبيبقى موجود في الدايابيتس ميليتس بروفايل او الاختبارات اللي احنا بنقيم بيها مرض السكري، وكمان بنتابع بيها اثناء فتره العلاج عشان نقدر نقيم البيتا سيل هل بتفرز الانسولين او ما بتفرزوش، وهل المريض محتاج ان احنا نحقن انسولين.